نسبة الخوف؟ نسبة الخوف 100%. يا جماعة شو السوق؟ شو السوق؟ مو قادر امشي يوسف، مو قادر امشي والله يوسف، والله مو قادر امشي جد، يعني احس خلاص حاجز الخوف انكسر. اوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم يوسف ابو خلود، مع الاسف من قناة الكفر. اول شيء تروح تستغربون من المكان اللي هنا، بروح نعلمكم من بين بدينا وكيف صحينا وكيف جينا هنا. صباح الخير يا جماعة، الساعة 6 الصباح ترى صاحيين، من هذه حجية تونا قاعدين عصفين، رن جوالي واتساب، دخلت رديت اللي على الواتساب، بعدين دخلت القناة. بخلود ايش سويت لك؟ نفضني نفض وانا نايم الساعة 6 الفجر، ما تهنيت بالنوم، نمت الا ساعتين. والله يا جماعة شوفوا شو 6 الفجر، الفيديو باقي له 1000 ويدخل 50000. اول ما شفنا قلنا قرب من 50000، قلنا لازم نروح نسوي فكره مجنونه اكثر من اللي قبل. اول شيء شوف حالتنا، انا بطانيه وهذا فروه، شوفوا درجه والله. الحراره الحين 14، لازم نسوي شيء مجنون اليوم وشيء نختبر نفسنا وقدراتنا. جماعه هذا جد المقطع لا حد يسويه، لانه ممكن احتمال 100% تمرض. الساعه 6 الحين، درجه الحراره تقريبا ما بين 13 و14، الجو مره برد. شوفوا حالتنا يا جماعة، بنروح نصور الفكرة في عز البرد والله عشانكم والله. أول ما جينا الجبال، أنا على طول أول ما أجي الجبال أروح بوفية اسمها رقائق، شو اسمها، محطة إيش؟ محطة برجس. أطلب أصابع دجاج وادعي. يلا يلا خذ خذ خذ. أول ما تفتح عينك مع يوسف على طول تاكل أصابع دجاج، والكرك حقهم يخليك ثلاث أيام صاحي. وصلنا لوكيشننا هذا الحلو في الطقس الجميل جدا، بنسوي التجربة والمغامرة، بالأحرى خلينا نسميها مغامرة. أول شيء في ناس هنا كثير قاعد يطلعوننا الحين لابسين فروات إحنا وكل شيء، ف اللي موجودين هنا كلهم قاعدين يصيدون سمك، بس ما يدرون إن في سمكتين بيطبون العين. أنا وبخلود إيش لابسين؟ فل لبس، أنا طبعًا جاهز حق النطب، تقولوا لي كيف جاهز؟ الحين يوسف وين؟ رايح مخيم اللوكو. حلو. 3 2 1 مغامرة سباحة. رايح أسبح. والله واحنا قاعدين ندور لوكيشن النقزة ما قاعد نخلي اي احد يطالعنا. ايه سر ان شو اسمه، نشيل اسمع بيشوفون بالهواء فروة طايرة، نشيل الشبهات، عرفت، بمر جنبه بالبطانية فجأة بيلاقيني. طبعا هنا معانا ضيف، دحوم دحوم، ها بتجربها؟ يعني حاولوني خلوني انط، لكن مستحيل انط في ذا البرد للاسف. ان انا وبخلود بنط، دحوم اللي راح يمرض. اتس اوكي، من الحين شارين الادوية واحنا اللي بنط. التجربة اللي راح نسويها اليوم مرة خطرة، ما ننصح اي احد يسويها خصوصا بالشتاء. صح، اول شيء ان احنا محترفين، يعني نسوي مغامرات واجد وجايين متجهزين معانا كل معداتنا، فرجاء لا تسوي هذا الشيء اللي انت قاعد تشوفه، شوفه بس واستمتع وحط لايك. دحوم انت الحين تبتسم، هل بتنقز؟ لا الحين انت كل هذا الكلام، هذا كلام جديد علي، قبل شوي تشوفوني انط. شوف والله يا جماعه انا بالطريق، الشخص اللي ما نبغى يسوي الشيء والله انه بالطريق، انا بخرج يقول دحوم تكبر طويال. الفكره من هذه المغامره هي نفس مبدا تحدي الرمل اللي سويناه قبل، ان احنا كانك تطب في الجاكوزي البارد، لان ناس نعيد ونكرر ان الماي البارد مره كويس ومفيد. في شيء مزعلني فيك بخلود، وشو؟ انك لسه مش جاهز، علمهم كيف بتجهز. انا جاهز يوسف على طول، بس قولي طب طب. شوف على طول لبس السباحه، لابس لبس السباحه. اي وين؟ لا بالبلوفر، لا تقول، لا تقول بالبلوفر، تكفى. لا لا البلوفر هذا شيله شيله، الناس يفهمون غلط، شوفوا منزل صوره. بخلود جاهز النطه؟ والله جاهز. شوف انا احب المغامرات، بس اللي يميز هذه القناه يا يوسف ايش؟ ايش يعني؟ خلاص 1 2 3 بنسوي مغامرة، إذا وصلت 50000 لايك. قبل ما توصل 50000 لايك بألف، شوف الفيديو هذا. هذا استعداداتنا، جايبين فوطنا وملابسنا وكل شيء، في فدول وكسلين، وفي دكتور معانا على الاتصال. طيب يا جماعة ما شاء الله المكان مرة مرتفع، ترى البحر بعيد. الحين خلينا نقرب، خلينا نوريهم. أنا صراحة واحد أخاف من المرتفعات، أعترف أعترف، ما أكذب وأقول لك أنا بطل الكينج كونج. يعني ما راح تطب؟ اي لا، بس اوضح لهم ان هذه عشان كذا الحين. اذا انت قد 50000 لايك، اذا قد الكلمه كنت لما قلت لهم بتسوي شيء مجنون ابيك تطب. انا قد الكلمه، والدليل ان احنا قاعد اسوي الفكره. أيوة. بس الكلام انه انا جاي اكسر حاجز الخوف هذا، وجاي ان اجرب مغامره جديده. جماعه الجو والله بارد، والبحر شكله بارد. غيرت رايك؟ انا بتخصص طب، لان ادري ان في اصابات الحين بتصير وبعالجكم. شوف البحر مره حلو يا جماعه، بس قاعدين نطالع البحر، بخرج قاعد يكح. يا جماعه شو السمك؟ شو السمك؟ شوف السمك بخلود. نقدر ناجل الفكره الفيديو الجاي باذن الله. رجعوا الفيديو ذاك اللي كان 50000 لايك، لازم يصير 200000. خليه بننط الفطور، ايش رايك؟ والله خلينا نوريهم فطورنا اليوم ونفطر. انا اقول وندق على القوي، يسوي لنا ذيك التونه بالطماط. افسخ افسخ، يلا بدل ملابس. ما في ناس يطلعون فينا، بس عشانكم، عشان 50000 واحد ضغط على زر اللايك، وبتضغط على زر ذا اللايك ذا الفيديو بعد. اذا ما ضغطت ما راح اطب، دور اي شيء ما راح اطب. اخيرا جاء اليوم اللي بنسوي ذي التجربه اللي ما كنا مفكرين فيها، تونا فكرنا فيها يوسف. ها انت صراحه لو انه يعني
ما راح توثق هذا الشيء في اليوتيوب او والله مستحيل اطب بالشتاء والله ما اطب بس بالصيف ممكن اجرب هذا الحين بصورها سناب اللي ما ضاف لي سناب والله ندمان ترى قلبي على الشوك هذا الحين يوتيوب يعني قناه اللوكو خلتك انك تجرب اشياء جديده والله خلتني جريء مره يا جماعه لدرجه صرت اطق بخلود اول كان بس يطقني تدري احلى شيء صار اليوم في ذا اليوم في ذا التحدي يعني وشو انك انت على طول جهزت فمعناته ان انت اول واحد بالطب لا لا والله مو على كيفك انت خلاص انت استعديت انت استعديت من نفسك على ما قلت لك شيء انا خلاص والله لا تكثر يلا لو هذا الشيء قايله قبل شوف كنت اوريدي بجلد شوف حجره ورقه مقص الكم قلت لك لا باخذ والله مس اجين تيك تو ما كان يصور يوسف الا كان يصور والله انك جاهز شوف حتى الجوبرو في يدك طيب يلا بسم الله عشان سلامة يوسف بقول لكم ايش بيصير إيش النطات راح تكون على مراحل عشان انت ما تخاف حلو؟ النطة الاولى راح تكون طبيعية اي يعني شوف النطة الاولى راح اخليك تطب من هنا النطة رقم 2 راح تكون من هنا حلو النطة رقم 3 راح تكون لا كنت بقول النطة رقم 3 راح تكون من هناك وين لا جد والله النطة رقم 3 ولا خليها رقم بس نطتين بنشوف رقم 3 على حسب اذا مرات بالنطة الثانية راح نكمل شيء حلو بالمغامرة هذه كلنا بنطب ورا بعض بعدين المتابعين يقيمون من احسن نطة خالص والله المسافة مرة بعيدة كم متر تقريبا بعيدة والله يمكن 10 هذه يمكن فيها يمكن من 8 الى 10 10 متر تقريبا لا لا يا جماعة يوسف مستعد اقسم اني خايف يوسف يلا بغرد والله السمك قاعدين ينادون شوف يوسف يما بخذ هاي اول ما انقز على طول انزل لي ها انت مو لايف جارد الا بس خلاص انت تطلع من السلم بس اسمع تك هناك 10 ثواني على الاقل قول لي لو طيب ايش رايك اول واحد اول تحدي ننزل من السلم اقسم بالله ان في دلفين هناك اي نعم هناك قرش انا امي تاكل اكل خروش والله قسم بالله يخوف والله العظيم بسرعه لا تفك الموضوع ترى في ثلاث نط عندك نطتين زياده يلا لا تخاف الحين يلا بسم الله خاف من اللي جاي وال بعيد بسم الله والله العظيم اول مره اخاف زي كذا امسك قلبي انت تفكر الموضوع سهل زي كل مره عادي الله حق لا والله يا جماعه يطق قلب القوه يلا وين ترك لها ماي يعني بسم الله بسم الله خف الله يوسف بسم الله ابو برد تدي فتحت عيني؟ أحلف قسم بالله خايف من الخرشة في قرش بسم الله هي كيف النطة؟ قسم بالله أنه ثلج وربي نرجع ترتجف والله أحلف من الخوف ولا من البرد؟ من البرد طيب هي متحمس تسوي نطة ثانية؟ لا أنت متحمس تنط؟ لا يلا بس مو متحمس الموضوع يصير جد بديت أخاف والله برد برد مرة؟ هي مرة برد والله العظيم وأنا في الهواء كان يمديني حتى ألعب بلوت مرة بعيد أنت شتك تضحك؟ جاي يتصور أو جاي يتصور أمام يا جماعة النطة الثانية يقدر يقول بخلوت يوسف كم تتوقع درجة حرارة داخل؟ سالب 10 أبرد من برا بواجد؟ والله إنه أبرد من الثلج بكثير والله بخلوت جاد بخلوت تجارت لابس والله برد مرة يلا إنه بخلوت طبعا ومن كذا ما هو برد ودي طب الشراب شوف حالتي أنا ما عندي زيك تأخير لا أصبر وي قبرو لازم أكيد بس خلنا أصبر بسم الله كنت بطيح بسم الله بغيت تطيح انتبه كيف طبيت؟ احلف طيب والله انا عارف يوسف يعني يخاف من النطات ذي ما يتالم اقول لك قسم بالله وقت النطه والله قامت يلا نط امسك قلبي امسك قلبي نسبه الخوف 100% لدرجه بخلود ما قدر يصور في الجوبرو يا جماعه يلا انا منقذ سباح وخايف طيب ليه مو خايف لانه خايف انه لا سمح الله اغرق او شيء خايف من البرد العيون اللوكو كل شيء يهون كل شيء يهون بسم الله والله العظيم جي يا جماعة شربت ملح أتوقع أقدر أطبخ في الملح ذا اللي في وجهي سويت رفرش مش طبيعي والله برد يلا فوت لا تمرض برد إيه 10 أضعاف الثلج اللي دخلنا فيه و10 أضعاف الطقس اللي برا قاعد انتفض من داخل بشكل مش طبيعي والله مرة برد بس رفرش كنا جاكوزي بارد كيف نطتي أحسه كيوت مع أنا لخمت يوسف ما كان متوقع ذي النطة فما صورها زين شوفوا اللقطة ذي من سناب دحوم جاهز حق النطة الثانية؟ جاهز حق النطة الثانية اللي راح تكون من هنا. الحين أنت دورك؟ لأنك ما صورناها. باركولي تحجب. رحالي. أحلف. قسم بالله. طيب بسرعة تطول فوق. يلا قاعد أحاول أقنع أبو خلود إني أنا ما أمسك الجوبرو لأني بس أبي أعدي مرحلة التوتر اللي أنا فيها. شوف المساحة. المسافة ما شاء الله. ما أبي أشوفها والله ما أبي أشوفها. كيف؟ مرة بعيد. كم بعيد؟ مرة بعيد. قريب ولا بعيد تكفى؟ قريب. سلك لي. قريب عليك أنت ما شاء الله طويل يوسف. أنت لو تنزل رجلك لما تطلع. ما شاء الله. بسم الله. مو قادر أمشي. يوسف. مو قادر أمشي والله. يوسف. خلص. أمشي. يوسف خلصني خلنا نمشي خلاص يوسف خفش من الاولى ونطيت الثانيه الحين نطها خذ الجوبرو يلا الثانيه مو زي الاولى الاولى لا ما راح امسك جوبرو لازم مستحيل تعود من ابليس طب سيده مو كذا
اقسم بالله مش كذا. بسم الله، قول بسم الله. 3 2 1. وخر خلاص، وخر عني، وخر عني. بقول 3 يوسف. ما اقدر. ان قلت 1 وما طبيت. لا لا اصبر، انا اصبر، انا بهيئ نفسي، بهيئ نفسي، مو تتحكم فيني. من الحين اقول لك ان قلت 1 وانت ما طبيت. والله ما تتحكم، بمشي والله ما تتحكم، والله بمشي عني. قسم بالله انا رجلي مو قادر اوقف عليها. ها يلا، والله مو قادر، والله اني اتكلم من جد، والله قسم بالله مو قادر اوقف عليها خلاص، والله والله. طيب تدري ليش مو قادر توقف عليها؟ اوت اوت. ليه؟ لانك تبي تنط. حلو، الرز بيطيحني يعني. والله مو قادر. يوسف قول بسم الله. مو قادر. قول بسم الله وخلاص. لا طالع تحت، لا طالع تحت. شو ما طالع تحت غبي انت؟ يعني لا طالع تحت. طالع السلم. غمض وسكر خشمك وعيونك وطب خلاص. يلا بسم الله. 2 1 بسم الله. بسم الله. هوب. ما شاء الله عليه سواها. والله بسم الله. والله انه سواها. وربي انك وحش. ابعد مسافه في حياتي. والله انك وحش. طولت ولا في الهواء. والله تجربها. قفل الفيديو، قفل الفيديو. اسمع، قفل الفيديو. خلاص بشير، يلا بشير بشير. اسمع يوسف، لان كانت نطتك حلوه الحين بقطعهم. لا لا ما لي شغل، انا ما لي شغل. قسم بالله بعيده بشكل ما ابالغ، والله ما ابالغ. واللي مصدقني يجي هنا بس لك. توقعت انك تسويها وقلت لك ان انت تقدر. طيب هي لعيونكم، اذا وصل الفيديو 100,000 لايك بطب وانا مشقلب. امزح من الحين. سؤال قدام الجمهور، راح تتشقلب؟ لا تداهمني فجاه. لا لان لو خافت تشقلب وانت ما تصورها. ايوه انا راح انقز. روح واحده عاديه وابغى اصور لهم بالجوبرو المسافه من فوق. اكيد يا جماعه درجه الحراره تقريبا قلت لكم من 12 الى 14. راح ننط الحين على ارتفاع مره عالي. بسم الله. جاهز؟ هذه بس العيون لكم. اخر طبطه. هذه العيون لكم فريندز، وسامحونا انا وعدتكم 3 بس راح نسوي 2 لانه خلاص قاعد نرجف من البرد. درجه حراره الماء يمكن 2 أو 3 بس العيون. يلا. لا لا شو بتسوي؟ فكرتك بالطب على طول. يلا هنا هنا. شو ركبت؟ ارقى هنا، حط رجلك هنا بعدين فوق. شوي شوي شوي. Don't try this at home. Don't try يا جماعة، قسم بالله ما أنصح أحد يجربها. جاني الشعور اللي أخاف منه من المرتفعات، إني لما أروح مكان عالي رجلي ما تشيلني. أيوة والله نفسك ما قدرت أشيل رجلي. لا أنا عادي. يلا عطها. بسم الله. شغل شغل جو برو. أنت أدري الحين التوتر مو مركز. إحنا آسفين، هذه آخر نطة، ما أقدر أنط من أي مكان أكثر من كذا ارتفاع أو مكان أبرد من كذا. خلاص بخلود، أنت ما تخاف من المرتفعات. يلا بخلود. بخلود أنت ما تخاف. بسم الله. يا جماعة بعيد. ما تخاف. من المرتفع. شوف الكام طاحت. يا جماعة بخلود ما يخاف من المرتفعات. إلا بخلود يخاف من المرتفعات. بسم الله. بسم الله. بخلود ما يخاف من يا الخوام يا الخوام. اشوفك على طول نقزت. ايش؟ مو زي جالس ربع ساعة. ها؟ هذه التجربة خلتني اكسر حاجز الخوف عندي 100%. والله العظيم ان انا حتى انكسرتها. جد يعني احس خلاص حاجز الخوف انكسر. اوف يا جنان، هذا غير متوقع. ليزي لوكو فريندز. ها كيف؟ والله والله بس لعيونكم مان، ابرد من اي جاكوزي بارد دخلته. موت. قاعد ناس قاعد يطالعون يقولون مين ذا الخبان، بس اقسم بالله الشعور اللي يجيك هذا ايش يسمونه؟ اي واحد قاعد يقول ايش قاعد تسوي هنا؟ ايش قاعد اقول له؟ يسمونه؟ انا اقول له جاني 50 نشا؟ نشوه؟ شعور النشوه كذا انك انت سويت كذا شيء مره قوي. خذ بذمتك هذا مش ابرد من اللي قبله؟ الادرينالين 6 مليون، الحين ودي اروح فوق مبنى وطب. يعطيكم العافيه على الدعم بالفيديو الاخير واللي قبله وكل الفيديوهات اللي فاتت، ويعطيكم العافيه حتى اللي مو مشتركين في القناه قاعدين يشتركون. هذا الفيديو درس ان انت تكسر عندك حاجز الخوف وتجرب اشياء جديده. بس تدري ايش الشيء الأسوأ؟ وشو؟ ان ارتفعت عدد اللي مش مسوي سبسكرايب، صاروا 70. صاروا 70؟ والله كان ولسه صح عليكم، صح عليكم. سامحونا احنا قلنا 3 نطات، بس نوعدكم ان شاء الله تحديات اقوى اقوى اذا شفنا فيه تفاعل وعجبتكم الفيديوهات. يعطيكم العافيه على المشاهده، ولا تنسون الاشتراك في القناه. ما قصرتوا في الدعم الفتره الاخيره. نتمنى عجبتكم هاي الفقره، وزي ما اقول لكم ان هذا الفيديو درس عشان تجرب اشياء جديده وجديده. واعرف طعس اعلى من الارتفاع. طعس اعلى من الارتفاع؟ معليش يا جماعه البرد اثر على مخه، بس اي عندي موضوع انا بفهمه. قصدي اعرف مكان اعلى من الارتفاع.